السلام عليكم البنات، تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناه كلام دي زاد. هاد الفيديو هديه مني لكل وحده عندها ضعف وخجل وقله ثقه بالنفس بسبب الشكل الخارجي تاعها. يعني رغم انها تكون متفوقه ذكيه شاطره، ولكن كاين بزاف منكم طلبوا مني هذا الفيديو. طبعا طلباتهم كانت متنوعين، كاين اللي قال لي، كاين اللي قالت لي وزني زائد، كاين اللي قالت لي انا نحيفه بزاف، كاين اللي قالت لي انا الجسد تاعي صغير وياثر على خدمتي ممكن بسبب ما يعني مقارنه بالعمر تاعها، كاين اللي تقول لي انا ماشي شابه كامل وعن ولا عندي بزاف الحب في وجهي الى اخره. قبل ما نبدا نقولكم اشتركوا في القناه الا كنتوا جدد، لايك الفيديو هذا، وهذا حسابي على انستغرام تلقاوه في صندوق الوصف، تابعوني تماك تلقاوني كل يوم. مهما اختلفت المشكله، نحيفه سمينه الى اخره، تبقى النتيجه دائما واحده: انطواء، ضعف الشخصيه، انعدام ثقه بالنفس، تتاثري بالكلام تاع الناس، تهتمي براي الناس فيك، تهملي نفسك وما تعتنيش بها. تاني عندك ما تكونش عندك الاراده في التغيير، من بعد تلقاي روحك تنعزلي على الناس، ممكن تضيعي فرص عظيمه في هذه الدنيا، تخافي حتى من مصاحبه الناس، وممكن تلحقي وين تغيري وتحسدي الناس اللي تشوفي فيهم دوك الحاجات اللي ناقصين فيك، وهذا الشيء يخليك ما تفائليش كامل بالمستقبل، وممكن حتى انك تكوني من ذاك النوع اللي يقدر الناس الاخرين فوق ما يستاهلوا، فقط لانهم عندهم هذيك الحاجات اللي ناقصين فيك انتيا. هذا كله يجينا لما ما نكونوش راضيين على الشكل الخارجي تاعنا، نبقاو طول حياتنا هكا، الا اذا دخلت في راسي مليح مليح انه هذا الشيء يقدر يتبدل. الحل ما راهوش في دواء تشربيه، ولا في ريجيم ديريه، ولا في رياضه صعبه لازم طيحي عليها. الحل راهو فيك انتيا. نعم، الحل راهو في دماغك، دماغك اللي لازم يتعالج، ماشي الجسد تاعك. جسمك ساهل، لكن دماغك والتفكير تاعك وطريقه حكمك على الاشياء والنظره تاعك للحياه وقوه التاثر تاعك بالاخرين وحبك لارضاء الغير، تمك راهو المشكل، تمك راهي المصيبه. اذا ما عالجتيش هذا المشكل، حتى ويكون عندك اجمل جسد في الدنيا واجمل وجه، ما راحش ترضاي ابدا. المشكل ايضا ما راهوش يعني الحل بيدي انا، ولا بيد طبيب، ولا بيد معالج نفسي. الحل راهو عندك انتي، انتي الوحيده اللي تقدري تخرجي وتخرجي ذاتك من هاد الخندق اللي طحتي فيه، طيحتي روحك فيه، ماشي طحتي فيه، طيحتي روحك فيه طول سنوات وسنوات، وانت تحفري فيه غير بشويه من خلال تكرار، من خلال الايمان بهذاك الشيء الى اخره، حتى تلمو صار عميق ما وليتي تقدري تشوفي حتى حاجه، ما وليتي تقدري تشوفي حتى حاجه قدامك. انا راني هنا من خلال هذا الفيديو باش ننبهك ونفكرك ونمسح لك الغبره على الحاجات اللي عينيك تعماو عليهم، اما الباقي فهو عليك انت. لازم انت تحلي عينيك وتلاحظيهم، لازم تحلي دماغك وتخليه يتعالج. اول حاجه، شكلي ماشي شباب هكذا، جسدي ماشي شباب، اوكي، وصحتي، صحتي انايا العزيزه، الصحه اللي يبكوا عليها الناس، الصحه اللي راهم مرميين الناس عليها في السبيطارات، كيفاش راهي؟ راهي لاباس بيها، راهي مليحه، الحمد لله. بصح انا مانيش متفكره هذا الشيء، انا مانيش مركزه كامل على هذا الشيء، ما رانيش مركزه عليه لانه ما يهمنيش هذاك الشيء اللي كاسباته، هذاك الشيء راهو عندي انا، يهمني جسمي. هذه غلطه. ثاني حاجه، وجهي ماشي شباب، مي عندي عينين نشوف بهم. نحكيكم حكايه قصيره كنت حكيتها لكم خطره، من عاود نختصرها لكم لهنايا. كان واحد الشاب امريكي في عمره 20 هكاك، في لي 20 تاعو، ملي كان صغير حتى لحق 20، وهو يعني ملياردير، ملياردير يعني ربح ملياردير، يتمتع بكل شهوات الدنيا، يعني كاع واش تقدري تحلمي عنده هو، كلش، سفريات، النساء، الطوموبيلات، الديور الى اخره. مره بدا راسو يوجع بشويه، راسو يوجع بشويه، راسو يوجع بشويه، زار كاع الدكاتره والو ما صابو له والو، قالوا الجسم تاعك راهو لاباس به. خطره كان الحق واقيل 21، خطره ناض، صاب كلش كحل، كلش كحل، راحت له لافو، راح لكاع الاطباء الخشان اللي يقدر يروح لهم باسكو عنده الدراهم،
واحد ما قدر يرجع له البصر تاعو. ف هادوك كاع الاملاك تاعو ولا ما يعرف لهمش، ما يحس لهمش، ما يشوفهمش، ما يتمتعش بهم. في حين انتي اللي كي تشكي من وجهك اللي ماشي شباب، عندك عينين تشوفي بهم كاع نعم تاع ربي، كاع واش خلق ربي، كاع الدنيا هادية. تاني تشكي من شعرك اللي ماشي شباب، بصح ماشي دايره في بالك الناس اللي راهي تسوفري من الشيميو اللي طيح لها وجه الشعر تاعها، وتشوف وجهها في المرايا وجه وحده اصلع، يعني ما كاش شعر. وتاني نوع من الشعر اللي عندهم الافارقه اللي تحتها كامل اللي تعرفوا هذاك النوع سترك 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 سترك، الحمد لله هنا ما كاش في الجزائر. هذاك تقدري تتخيلي ذاك الانسان كيفاش هو بشعره هكاك، تما تولي تشوفي انت شعرك حرير اللي ضلي الشعر تشكي منه. رابع حاجه انت تضلي تشوفي في غيرك، تضلي تشوفي في الحاجات اللي عندهم وانت لا لا، مي راكي ناسيه باللي ربي قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لو كان دوكا تشدي ورقه وستيلو وتبداي تحسبي واش عندك حسنات، واش عندك بريتو، واش عندك نعم، واش عندك فضل عطاه لك ربي، من النهار اللي تموتي وانت تكتبي ما تكمليهمش، مستحيل تكمليهم. هادو كامل وين حطيتيهم؟ عينيك تعمى لدرجه وليتي تشوفي بمنظار ضيق ضيق ضيق، داك المنظار داير هاك فيه غير النواقص، فيه غير النواقص تاعك. في حين لو كان تنحي هذاك المنظار راح تدخلي هذاك المنظار غطى عليك بزاف، غطى كل حاجه شابه في هذه الدنيا، خلاك تشوفي برك من خلال توجيهه للناس اللي عندهم واش تتمناي انتي، ما خلاكش تشوفي واش كاين حولك من حياة طويلة عريضة معمرة، ما خلاك تتلذذي بالنعم تاعها، ما خلاك تتمتعي بالشهوات تاعها، ما خلاكش ميم با تكتشفي انتي ذاتك واش تكوني، ولا تعرفي واش عندك امكانيات واش عندك قدرات. هذاك المنظار المنحوس لو كان تنحيه راح تعرفي بزاف قيمتك شكون انتي. انتي افضل خلق ربي، انتي خليفة ربي في الارض، وخلى الملائكة تسجد للإنسان، وعلى جاله إبليس العابد اللي كان هو من أفضل العابدين باردا بلاستو على جال الإنسان، تلمون الإنسان حاجة عظيمة. أنت إنسان خلق له ربي كاع واش كاين في الأرض ما بين السماء والأرض باش يعيشوا معزز ومكرم وحاجة ما تخصه. أنت إنسانة حملتها يماها وولدتها وتعبت معاها وهي فرحانة باش تخرج لها حاجة، وش معناتها هاد الحاجة؟ يعني تخرج امرأة صالحة، وانتي راكي مركزة غير على جال شكل الجسم تاعك، راكي متخيلة الواقع اللي راكي عايشة فيه. دي انسانة اعطاك ربي عقل وميزك على باقي المخلوقات، وحبك لدرجة انه خلاك تنولدي في بيت مسلم، ما خلاكش تنولدي في بيت كافر. انتي انسانة اعطاك ربي الصحة وما خلاكش تدخلي في هذوك الامراض الخطيره والمكلفه والمؤلمه. اي انسان اعطاك ربي عائله، اعطاك ربي ناس تحبك، اعطاك ربي ناس تخاف عليك، واحد اخرين عاشوا يتامى، عاشوا محرومين، عاشوا تحت قنطره، عاشوا في مخيم، يعني عاشوا لاجئين في دول اخرى. اي انسان اعطاك ربي عقل تخمي به وتفرقي بين الصح والخطا، ماشي كيما الناس اللي ابتلاهم ربي بالجنون وراهم مرميين في السبيطارات، وحتى والديهم ولا اهلهم ما قدروش يرفدوهم حتى انهم حطوهم في السبيطار. انت انسان عطاك ربي ذكاء تقراي به وتتعلمي به وتثقفي به وتطوري المستوى تاعك وتهربي على غيرك، وعلمك من بدايات الطريق انك تقدري توصلي لاي مكان حبيتي توصلي له، فقط اقرا ورالك الطريق. انت إنسانة أعطاك ربي وأعطاك 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 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وانت مازاكي لاصقة غير في حاجة صغيرة ما عطاها لكش. تخيلي معايا لو كان يجي واحد دوكا ويقول لك نعطي لك كاع وشك تحبي وشك تركزي عليه ونحي لك الباقي، ما يصارك والو، تتشوكي تقولي نو 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 لا لا حم والديكم، خلوا لي وش عندي والله لا جاني اللي راني نتمناه. يعني صارلك سوسو كيما الحكايه تاع الملك والذهب، الملك هذاك اللي كان يجمع 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 وتلمو يحب الذهب ويموت عليه، تمنى انه يلحق لدرجه كل حاجه يمسها تولي ذهب، فتحقق له الحلم تاعو ولا اي حاجه يمسها تولي ذهب.
ولكن هذا الشيء من بعد القاب اللي ما يساعدوش وحاجه ماشي مليحه، نتمنى حاجه ماشي مليحه، مس بنت ولا تذهب، مس الماء ولا يابس ولا ذهب، ولا الماكله ماقدرش ياكلها الى اخره. فمن بعد ولا حزين ولا يتمنى لو كان يروح له هذا الذهب ويجوه الحاجات اللي كان يتمتع بهم. حطي عقلك في بلاستو وتفكري وركزي ان واش عطالك ربي لا يقارن بتاتا بوش راك انتيا تشكي منه. اول حاجه نقول لك احمدي ربي، وثاني حاجه نقول لك احمدي ربي، وثالث حاجه نقول لك ابقاي تحمدي ربي وانتي فرحانه بوش عطالك. جو نقطه ثانيه جد مهمه واللي هي الحشمه تاعك والكومبلكس تاعك بالجسد وبالشكل الخارجي. علاه يعني باقي الناس واش زايدين عليك؟ علاه يعني زين وقتاش بنا دار كيما يقولوا؟ بون حنا نحكوا على الواقع، اكيد اللي شباب ياخذ فرص قبل من اللي ماشي شباب. جي فرص سهله، جي فرص هو الاول اللي تديها، ولكن الحكمه قالوها ناس بكري، تكلم لاعرفك. مره راجل يحكي لي حكايه في يوم تلافاك، قال لي كان مع صاحبه وجات وحده شابه بزاف، بالك البعض يتخلى يقول لي واش دور راجلك حكى لك هكا. المهم جات وحده شابه بزاف، وبعدتك هي غير بدات تهدر هما حبوا يهربوا، كل واحد يحصل في خوه شكون اللي يقعد باش الباقي يهرب باش الاخر يهرب. تلمو يعني العقليه صيرو والفهم صيرو والنيفو با ماقدروش يشوفوا فيها. يعني عم بالك الناس جايحين يضحكين على الرجال وحدهم، صح المظهر يجذبهم ويحبوا الزين الى اخره، ولكن ما يبطاوش ويكرهوا اذا كانت العقليه زيرو. صح الناس يقيموك بلبساتك، يقيموك بالوجه تاعك، يقيموك بالجسم تاعك، يقيموك بحوايجك، بصباطك، بمفتاح الطوموبيل اللي عندك، ولكن بمجرد انك تبداي تهدري هنا يكرم المرء او يهان. اما تخلعيهم وتعجبيهم وتسكتيهم، اما طيحي من عينيهم، يعني حتى اذا كنتي ملكة جمال طيحي من عينيهم. هنا واش نستنتجو؟ هنا نفهمه انه كل الجمال راهو الداخل، حتى الجمال يعني مرتبط بحاجة واحدة برك واللي هي ثقة بالنفس. ثقة بالنفس، وإلا حبيتي تشوفي اي مثال حي قدامك شوفي المشاهير، شوفي الناس اللي تشهروا، شوفي سواء مشاهير ما حاش نسيتي شكون من المشاهير، صبي كاين اللي سمينة، صبي كاين اللي ماشي كحشبة ولو، تصيبي كاين اللي رقيقة، تصيبي كاين اللي وجهها معمر بالحب، تصيبي 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 تصيبي، ولكن تلمو عندهم الثقة بالنفس، تلمو عاطين روحهم قيمة، اشتهروا، رجعوا مشهورين، رجعوا الناس يحبوه. الهدرة تاعك وطريقتك في الهدرة هي اللي تحدد كمية الجمال تاعك. فالأولى أنك تركزي على تطوير شخصيتك باش تكتسبي الثقة بالنفس، وهي اللي تخليك يعني تخليك تريبي أي إنسان يهدر قدامك أو يهدر فيك أو ينقص من قيمتك، يعني يخليك تعرفي تستعملي هذاك السلاح الفتاك اللي هو الابتسامة الساخرة ضد أي إنسان تافه هدر على خلق ربي فيك انتيا. ولكن صدقيني هذه الابتسامة مستحيل تخرج مزيفة، مستحيل، لازم تخرج من منبع الثقة بالنفس. وهذا ما راهوش يعني ما راهوش، شوفي هذا الفيديو ما راهوش كلام يفرحك ويحمسك ومن بعد ابخي 3 ايام تنسايه. انا راني نقول لك نوضي نوضي دوكا، نوضي اقراي، اتثقفي، طوري مستواك باش انتي ترضي على روحك وتنقص فيك درجة الخجل هذاك وقلة الثقة بالنفس. بس قد ما طلعتي مستواك قد ما طلع ثقة بالنفس، قد ما مستواك قاعد حابط وزيد الكوخ تاعك ماشي شباب، يعني وين وين بيها وين رايحة؟ ما كاش حاجة تجي بالسهل، كلش يجي بالتعب. كيما نقول لك تاني نوضي الفنيانة، نوضي وغيري واش تقدري تغيري. ما رانيش نقول لك بيان سور روحي عصي ربي ولقطي حواجبك وديري شفارتين وديري اكستنشنز وديري لونتي باش تولي شابه، العكس العكس. شوفي صراحه هذا كيكمل عليك، من جهه
اكيد تغضبي ربي وتخرجي من رحمته، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح صحيح ما عنده حتى تفسير معوج: لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه والمتثلجه والنامصه والمتنمصه، يعني حديث فيه قاع هاد لي تروك اللي نديرهم حنايا النساء خاصه في العرس. المهم كاين ناس يديروهم غير باش يولوا شابين. والله خطرات تتلاقاي ببنات انت راكي في المارشي تشوفيها دايره لي فوسيل لي لونتي مكياج، تعيفي تشوفي فيها ما تقدريش تعيفيها. من جهه راكي تغضبي ربي وتخرجي من رحماته وتم تهردت عليك، ومن جهه كيما قلت لك اللي يشوفك يعيفك تلمو كلش فيك مخدوع. نوضي غيري واش يتغير هكا، ريجيم اذا كنتي سمينه ديري اكل صحي وعارفي واش خصك تاكلي باش تسماني اذا كنتي رقيقه، اذا كان الكوخ تاعك صغير ولا رقيق، ولا كاين الرياضه القاسحه اللي تبدل كل العضلات، ولا حبيتي تتاكدي روحي شوفي لي جان، شوفي كيفاش يكونوا الكوخ تاعهم هكا هكا شتي ما في حتى دودان والو هكا، ومن بعد يولي هكا صدري يولي هكا. علاه؟ بالرياضة تاع الحمل الأثقال، فعضلات الصدر يترفدوا بالسبوغ تاع عضلات الصدر، عضلات المؤخرة يترفدوا، عضلات الأرداف يتسقموا، لا بيسبس تجي بيها أصلا تولي تاكلي بزاف، الكوخ تاعك يتبدل حتى لو كنت قصيرة الكوخ تاعك يتسقم. حاجة أخيرة نقولها لك، ارضي بوش عطاك ربي، يعني تكوني أسعد الخلق وتلقاي روحك تخمي في حاجات أفضل حاجات أحسن. طيعي ربي، كل ما طعتي ربي كل ما ربي يجعلك القبول في الارض ويحبك كل الخلق تاع ربي، بلا ما تكوني شابه بلا ما تكوني جذابه بلا ما تكوني طويله، ربي اللي لاقاك به يحبك تدخلي في قلبه بس كنتي حلوه بس كنتي ظريفه بس كنتي ناس ملاح بس كنتي، ربي يجعلك القبول في الارض، وين تروحي مفتوحه عليك، وين تروحي الناس يحبوك، وين تروحي الناس يعاونوك، هذا الشيء كامل وين؟ الداخل ماشي برا. ركزي مليح على هذه النقطه. فوالا كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. قولكم تهلاو في روحكم، تلقى فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.